هام جدا لسيدات كره الطايره من النادي الاهلي اليوم على فريق الصفاقسي التونسي بفوز مستحق بنتيجه 3-0. معايا في هذه اللحظات كابتن ياسر صلاح المدرب المساعد لسيدات كره الطايره بالنادي الاهلي. كابتن ياسر ببارك لك، فوز كبير النهارده بيكلل طبعا مجهود الفريق والفوز اللي اداه الفريق امبارح على فريق سبورتنج، 6 أشواط ب6 فوز للنادي الاهلي مقابل ولا شوط النادي الاهلي فوز. ما في تقييمكم النهارده للفوز على فريق الصفاقسي وان شاء الله تكون خطوه للبطوله؟ والله الحمد لله والشكر لله، ربنا كرمنا النهارده بالماتش دوت، ويعني النهارده كان ماتش مهم قوي عندهم، واتنين محترفين كويسين، واحده من البرازيل وواحده من اوكرانيا، والحمد لله احنا كنا النهارده مكثفين في المحاضره بتاعتنا بتاعت الماتش ان احنا ازاي ونلعب عليهم، والحمد لله اللعيبه قدوا ماتش بشكل جميل قوي، والحمد لله رب العالمين على مكسب الماتش. شايف ان دي خطوه كبيره للنادي الاهلي ان شاء الله الفوز بالبطوله؟ ان شاء الله بامر الله، دي اكبر خطوه ان شاء الله والفوز بالبطوله، بس لسه في ماتش مع الجزائر بامر الله يوم الجمعه، ده ماتش برده ماتش جامد قوي، وان شاء الله بامر الله ونعدي على خير بامر الله. قول لي الفريق يعني بالنسبه له الامور ماشيه ازاي، تفكيرهم ماشي ازاي كلاعبات ان شاء الله والبطوله احنا لسه محققينها السنه اللي فاتت، هل هدف رئيسي بالنسبه لكم ان شاء الله الموسم الثاني على التوالي ان شاء الله نفوز؟ والله احنا لينا هدف بامر الله ان احنا ان شاء الله ونفوز البطوله، احنا والحمد لله والسنه دي تعبنا جدا في التمرين مع الفرقه، والفرقه مركزه بتركيز جميل قوي وتركيز كبير قوي، ان شاء الله علينا ان شاء الله وناخد البطوله بامر الله. توفيق يا كابتن. شكرا، مبروك. طبعا.